خط القندوسي، وحنا كنعرفوا ان الخط القندوسي انه كان المغاربه انه مشهور في المغرب، خط القندوسي المغربي، وخاصه ان كنا كنعرفوا بان كان والدينا وكبرنا في الديور، في جميع الديور كانت اسم الله اللي كانت بدك الطريقه ديال الخط القندوسي. هذا القندوسي وهو الجزائري، جاء المغرب سنة 1828، استقر بمدينة فاس، كان كيبيع الأشهب، كان صوفي، كان رجل متدين، وكان له واحد الخط اللي هو جميل. وحاول هاد القندوسي اللي هو محمد بن القاسم القندوسي، حاول أنه يبتكر واحد الخط في كتابة المصاحف، في نسخ المصاحف كذلك. وهذا الخط اللي تسمى بالخط القندوسي، اللي كما اللي هو تميز فيه اللي تعرف فيه في المغرب. هذا الخط القندوسي اللي هو كان أبهر به وأعجب به الملك المغرب آنذاك، السلطان مولاي سليمان، وطبعا محمد بن القاسم القندوسي، أنه يكتب القرآن الكريم بهذا الخط القندوسي في 12 مجلد، اللي هي كاين هذا المصحف كاين دابا في الخزانة الحسنية.